قصة الذئب الأليف. تعب الذئب من العيش لصاً مطارداً ومن الرعاة الذين يطاردونه بالعصي أو البنادق. تعب من السرقة والخداع، فقرر أن يتوقف عن السرقة وأن يصير حيواناً أليفاً مثل كلب الحراسة. بعد أن قرر ذلك، أخذ يتجول باحثاً عن مزرعة تقبله فيها، لكن أحداً لم يقبل أن يشغله. كان الكل يشك فيه وفي نواياه. وصل في النهاية إلى إحدى المزارع الكبيرة وقال مرتجفاً: السلام عليك يا ابن العم. لا سلام لك ولا عليك أيها اللص اللعين، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت لأسلم عليك وأطلب منك أن تجد لي عملاً شريفاً. لقد تغيرت وصرت حيواناً أليفاً. ماذا؟ حيوان أليف؟ عمل شريف؟ هذه أغرب نكتة سمعتها في حياتي، من يصدق هذا؟ صدقني صدقني، لقد تعبت من العيش مشرداً، أريد أن أرتاح. لن أسمح لك أن تخدعني، لست كلباً صغيراً كي تستغفلني وتسرق دجاجة. لن أسرق شيئاً، لن أسرق دجاجة حتى لو نقرتني في ظهري. وأي عمل تستطيع أن تفعله؟ أنت لم تتعلم حتى أن تعد إلى العشرة. أنت تستطيع أن تعلمني الكثير. بالطبع بالطبع أستطيع أن أعلمك. أنا أستطيع أن أعد إلى الألف من دون لخبطة. كل يوم أعد قطعان الخراف والأبقار والدجاجات، لكن لم أفكر أبدا أن أشغل ذئبا في المزرعة عندي. سأنفذ كل ما تقوله وسأرضى بالقليل. إن شغلتني ستكون مسرورا مني. حسنا، سأجربك لمدة أسبوع، فإن ثبت لي أنك تغيرت فسوف أجعلك مساعدي الدائم. شكرا شكرا لك، لقد عرفت أنك ستساعدني، لكن قل لي كيف هو العيش هنا؟ أنا أعيش هنا عيشة الملوك، أحرس الماعز والدجاج والأرانب وأعوي عندما يخطر لي. وهل هذا كل شيء؟ ها؟ ومقابل كل ذلك يعطونك هبرة لحم كبيرة؟ هبرة؟ ولك أنا آكل قدر ما أريد. هذا رائع جدا. إذن هيا هيا، لقد حل المساء، اذهب وأدخل الأغنام إلى الحظيرة، عدها كلها. حاضر. كلما أدخلت واحدة إلى الحظيرة أن تضع في جيبك حصاة صغيرة. وعندما تنتهي أحضر لي ما في جيبك من الحصى كي أعده أنا. حسنا حسنا. ذهب الذئب إلى الأغنام وأدخلها في الحظيرة، وكان يضع حصاة في جيبه كلما دخلت عنزة حتى امتلأ جيبه بالحصى، أخذها للكلب. لكن الأيام التالية أثناء العمل كان الكلب يقول له: اذهب واحضر ديكا سمينا واشوه لي. أحضر ديكا؟ وهل يعرف سيدي مدير المزرعة بذلك؟ اسمع يا صديقي، إذا أردت أن تعيش هنا وتأكل رزقك فعليك ألا تتدخل فيما لا يخصك. في يوم من الأيام جاء كلب المزرعة المجاورة ليتسامر مع كلب مزرعتهم. استقبله الكلب بترحاب شديد، قال له: أهلاً أهلاً، كيف هي الحال عندكم في المزرعة؟ صاحب المزرعة مسرور مني وأنا أبذل جهدي، كيف هي الحال عندكم؟ مدير المزرعة مشغول، لذا يرسل المفتش كي يحاسب ويدقق. والمفتش نشتريه بحفلة مشاوي صغيرة. أنا مالك المزرعة، يعني يوم دجاج يوم سخول. ولكن ألا تخشى أن ينتبه مدير المزرعة؟ أنت تتصرف بما لا تملكه. لا تخف، لقد عملت لكل شيء حسابا كما قلت لك، المفتش لن يعمل شيئا. وإذا جاء المدير وعرف أن نصف الدجاجات قد راح وأن ثلث الأغنام قد قضي عليه، سأخبره بأنه الذئب.
فإذا أتى مدير المزرعة وقرر أن يحاسبني، سوف أمسك بالذئب وأربطه بالسلاسل وأقول له: لقد أمسكنا بالذئب الذي سرق الجداء والخراف والدجاجات. وهكذا تنتهي القصة، أليس هذا رائعاً؟ بالصدفة كان الذئب قريباً جداً، سمع ما قاله الكلب لصاحبه. لم أعد أعرف من هو الحارس ومن هو السارق، لم أعد أفهم شيئاً. شعر الذئب أنه في المكان غير الملائم، أحس أنه لا يريد بعد أن يعمل في أي مزرعة، وأن عليه أن يركض ويركض. حن للبرار الواسعة من جديد، أطلق ساقيه للريح وركض حتى وصل إلى التلال البعيدة. وهكذا فشل الذئب في أن يصير حيواناً أليفاً، وعاد إلى البر لصاً مطارداً في الليل والنهار. لم يكن يعرف طريقة أخرى غير الهرب، لم يكن يعرف كيف يواجه اللصوص ويتغلب عليهم. أما نحن فنستطيع ذلك لو أردنا.